فخلينا يعني نبحث الأول، بس عايزين نسمع الجزء من الفيديو. هرحب بالقس الآب دانيال مدير المركز الثقافي الكاثوليكي، برحب بقدسك أبونا. اهلا وسهلا استاذه منى، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. معلش عشان المشاهدين بس، لانه احنا متعودين في برنامجنا انه ممكن ما يكونش حد متابع باقي الدنيا ومتابعنا احنا بس، فعايزين بس المقطع هنذيعه وحضرتك تعلق طبعا على ردود الفعل والجدل اللي اثير. وطبعا يعني برحب بيك في برنامجنا، انه هنعلق على بس المقطع نسمع الجزء اللي كان فيه الاتهام السيء جدا المسيء من سالم عبد الجليل. عمل العكس، كفروا ثم ازدادوا ايه؟ كفرا. الله، ده ماشي غلط اكتر، ده ماشي غلط اكتر. لن تقبل توبتهم معناها ايه؟ هل هم جم يتوبوا وربنا قال لهم لا مش هقبلكم؟ ما نعرفش حد كده، ولا حتى ابليس، عشان بعض الناس اللي يقول لك اصل ابليس فكر يتوب وربنا ما قبلش. غلط غلط، فيش الكلام ده، فيش الكلام ده. إبليس لم يفكر في التوبة أبدا، إنما آدم اللي تحركت إرادته وهمته للتوبة، ربنا وفقه وألهمه ما يقول. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه، الكلمات اللي يقولها واستغفر بيها، وغالبا ربنا إن أنا ظلمت من رحمة الله، فحب بقى يرجع. إيه رأيكم؟ فدول زيهم بالضبط، كفروا بعد إيمانهم، لعلهم اليهود، لعلهم بعض النصارى، لعلهم بعض، أيوة، أمنوا بعيسى، أمنوا بموسى، وبعدين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. نذكرهم بمحمد، لا لا لا، هو كان كويسين، وطلع بعض الناس للأسف توهوهم زيادة. ده أنتم مؤمنين وزي الفل، والله 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 المشايخ اللي بيقولوا للمسيحيين واليهود أنتم مؤمنين ضللوهم وما خدموهم. هيفرحوهم دلوقتي ولا هيفرحوا منهم دلوقتي وسقفوا لهم؟ ده انتوا ائمه ما حصلتوش ومشايخ ما حصلتوش. طيب يوم القيامه سيقف هؤلاء على الصراط وهيقولوا يا رب فلان ده قال لنا ان احنا مؤمنين واحنا مشينا وراه ضللنا، جاز لو قالنا لا انتوا غلط كنا فكرنا. فانتبهوا يا مشايخ، اللهم بلغت، اللهم فشهد. فانا بأعذر الى ربنا، لا يا يهود ويا نصارى انتوا طيبين وبشر وهنعملكم كويس زي الفل، وانتوا اخواتنا في الانسانيه، لكن الفكر اللي انتوا عليه واللي انتوا عليها عقيده فاسده. ارجعوا لربكم، وانا بذكركم اهو، ترجعوا اهلا وسهلا، ما ترجعوش هتبقوا برضه اهلا وسهلا. برحب بالاب بطرس دانيال مره اخرى، وتعليق قدسك ابونا على هذه التصريحات اللي كانت على قناه المحور في اطار زي ما هو كان بيقول تفسير لايه آل عمران. اولا حاجه تكسف اللي هو قاله، لانه احرق كتير جدا. وانا كتبت على صفحتي في الفيسبوك، حضرتك قريتي؟ نعم. بقول له شكرا لانك انت قلت ان عقيدتنا عقيده فاسده. في هذه العقيده الفاسده بالنسبه لي علمنا السيد المسيح له المجد. نعم. اعظم تعليم في البشريه، احبوا اعدائكم. كلمه عدو مش معناها مختلف في الدين، لا، ممكن اخلي اخويا عدوي. احبوا اعدائكم، باركوا لعينكم، احسنوا مغاديكم، الله محبة، توبة لكم إذا اضطهدوكم، اغفر لهم. كلام جميل، ليس على هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه. أنا أحب أقول للشيخ الجليل عبد الجليل، لازم تعرف بعد الموت الله لن يحاكمنا حسب أدياننا، هيحاكمنا حسب محبتنا. مهما تقول حضرتك أو غيرك، قلت إنك أنت بتعيش حياتك كلها صلاة وصوم واللي عايز تقوله، ما عندكش محبة أمام ربنا، كل ده ولا حاجه قصاد المحبه. لان المحبه اعظم شيء، الله يحاكمنا محبه. ده احنا المفروض نخجل من نفسنا لما في اكثر من 2 مليار ما بيؤمنوش بربنا وبيحبوا بعض وامناء في عملهم ويحترموا بعض ولا يهينوا بعض ولا يقول واحد ايه انت عشان مختلف عني انا اذيك ولا اقتلك ولا فيش الكلام ده. يعني المفروض احنا اصحاب اديان سماويه المفروض ندعو دائما الى المحبه. هو قال لك برضو، عفوا للمقاطعه، هو قال لك انه حتى في التعبيرات قال لك انه انا لسه قايل انا بقول ان انتوا اخواتنا وبنحبوكم وعلى عيننا وعلى راسنا، وانه بيقول كده انا ما يعني لم ادعو للقتل، يعني انا بس كل الحكايه ان انا قلت الحقيقه. فحضرتك تقول له ايه؟ اتفضل يا ابونا. لا يا استاذه منى، كلامه ده بيحرض على القتل، انا بحرض على القتل. نعم. وده ازدراء اديان. نعم.
انا شايف قانون الازدراء لدينا اللي كان من وقت رئيس السادات كان معمول لاهداف، كان في تعصب جامد من اخره. انا شايف اللي بيطبع المسيحيين فقط، صحيح المسيحيين هم اللي بيحصل لهم اللي هو حاجة. لان طب بعدين انا عايز القانون يطبق على الجميع سواسيه، كلنا مصريين كلنا اخوه. وبعدين ربنا اقول له انت لنفسك والله للجميع، الله ما خلقش دين، الله خلق بشر، الله خلق الجميع. نعم الله خلقنا جميعا، وبالنسبه لربنا اهم حاجه الانسان، اهم من اي حاجه ثانيه هو الانسان. ليس كل من يقول يا رب يا رب اسمك مقدس، بل من يعمل يعمل مشيئه ابي، هي مشيئه ابي. ولما سال المسيح ايه اعظم وصايا، قال له الوصيه الاولى احبب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك كل دينك كل كيانك، هذه الوصيه الاولى والعظمى، والثانيه مثلها بطريقك حبك لنفسك. هو ده خلاص. اللي ما يعيش دوت ما بيعيش اي حاجه، يبقى بيخالف تعليم ربنا كليا. طيب البعض، انا بدعو اي حد نعم يعيش، كمل لو تفضل، اي حد يعيش في سلام ومحبه. تمام. انا بقول اي حد يعيش في محبه وسلام، لكن الكلام اللي قاله هو بيحرض على القتل. لما يجي ناس زي ما احنا بيحصل في كنائس قد كده تفجيرات، هو بيسمع انه كفره، يعني كفر المحلل، يبقى خلاص ايه الكلام ده؟ ايش الكلام ده؟ وانا احنا ما بنكفرش حد احنا ابدا، واحنا لو نقول واحد مختلف عني في الدين عمرنا معنى مختلف عني في الدين ان انا اذيه، انا بقول مختلف عني في الدين ان انا بحبه. البعض بيقول ان كلمه الكفر وكافر دي لا توجد غير فقط في القران، هل هذا صحيح؟ احنا ما عندناش، احنا ما بنكفرش حد خالص. ايوه يعني الجمله دي انا بس عايزه تاكيد من انه ان الجمله دي لا توجد في الانجيل خالص، هذه الكلمه عفوا الكلمه دي كلمه الكفر او الكافر. ما عندناش، عندنا لا احنا عندنا معنى ثاني، حاجه ثانيه اللي هو تكفير عن الخطايا. لا لكن لا تمام، لكن اللي هو ان احنا تنعت دين اخر او اللي من ديانه اخرى او بهذا الكلام، لا يعني لا لا لا. مفيش هذا الوصف ولا هذا التعبير أبداً لكلمه أبداً. الكافر نهائي ما عندناش، احنا ما عندناش الكلام ده خالص. وبيقولوا كمان مش موجوده في لغات العالم ده، هم حاولوا ان هم بعد ما بدات تتقال في القران، يعني ان هم بيحاولوا يلاقوا لها ترجمه، لكن الكلمه دي ما حدش في العالم حتى بيعترف بيها يعني او بوجودها، يعني هذه الكلمه. تمام. انا بدعو يقرا حضرته اللي اهان ويقول دين المسيحي دين فاسد، انا بدعوه يقرا التعاليم في الدين المسيحي، يشوف التعاليم ايه بتقول ايه. صحيح. يقرا الموعظه على الجبل اللي اثرت في غاندي، المهاتما غاندي قال يعني الموعظه على الجبل لوحدها تغير حياه الانسان، لو عاشوها المسيحيين هيبقوا افضل من كل الناس، وانا ابقى مسيحي بسبب الموعظه على الجبل بس. صحيح. قد ايه الكلام وقد ايه كم من الشيران بول اللي سمعته منه قيل لا تقطع، اما انا اقول لكم فمن قال يا اخي يا احمق، شتيمه بس، ده غير انه قتل. صحيح. ما انت قتل نفسك. وبعدين الانسان اللي بيقتل وبيصدر مش هو ده بس اللي بيغلط، اللي بيحرض على قتل، ما ده انسان ده يمكن كمان هو مشارك في الجريمه بطريقه أسوأ، لان هو اللي زق الثاني على لانه كتير اتكلموا في الجزئيه دي يا سابونا، كتير قالوا انك انت النهارده ماشي انت بتقول عليه كافر، ما هو حكم الكافر في الاسلام؟ وكثيرين فسروا هذا الامر انه حكم الكافر يقتل، وايضا وكان بسبب نعت بعض المثقفين ومنهم فرج فوده ومحاوله قتل نجيب محفوظ، كل ده برضه لانه كان اطلق عليهم هذه الكلمه كافر، فكانت ذريعه لاي حد يقتلهم. ما قالش بالذات قضيه البابا فرانسيس اللي بيدعو للسلام وللجميع، بيحط ايدي في ايدي السلام للجميع وبكل حب وبساطه، مش بتمثيليه ولكن حقيقي. صحيح. بيدعو للسلام والحب للجميع، ايه ده؟ يعني ايه؟ وهل انت لو تفكر يبقى ازاي نقول على ربنا عادل؟ لو في ناس بتعيش حياه جميله جدا بمحبه واخلاص وكده، وقالوا عشان مختلف عني يبقى ربنا يحاسبهم محاسبه وحشه. تمام، هو الخط بيقطع. اي واحد. صحيح صحيح. طيب هل حضرتك تثق في انه سيتم الحكم على الشيخ سالم عبد الجليل بتهمه ازدراء الاديان، ام كما يظن الكثيرين انه الاحكام تعتمد على الشريعه الاسلاميه وبالتالي لن يتم توجيه اي تهم له؟ هو للاسف طلع بيان حضرتك تقري حضرتك هتلاقي كانه بيبرر الموضوع. اي بيان فيهم؟ احنا طلعت بيانات كتيره، تقصد انه بيان فيهم يقول كذا بيان كذا بيان. تمام. من كذا من علماء مختلفين وكده، معنى البيانات دي ان ما خلص يعدوا العمليه. معلش لا انا عاوز مساواه في الحكم في ازدراء الاديان. صحيح صحيح. طيب. كده مساواه، احنا طلب قانون احنا لا بنحاكم حد
ولا بنأذي حد، ولا نرد بكلام وحش. زي ما حضرتك قريتي عندي رديت رد جميل بشكره بقول له التعليم ايه هو، ولكن مش هرد ولا رد وحش ولا نهين ولا اي حاجه. هنحترم الجميع ونحب الجميع وسنظل نحب، ولكن القانون على اساس في سبيل ما يقعش حد تاني في هذه الواقعه. ولكن يجب ان نغضب، يجب ان ناخد موقف، يعني ده يعني اغضبوا ولا تخطئوا، انه ده من حقنا علشان بالظبط كده، ونطالب بتطبيق القانون. ومش معنى ان احنا بنطالب او بمعنى ان احنا غضبانين وزعلانين من ده، ده معناها ان احنا بنوشع الفتنه، يعني لانه البعض برضو قالوا الكلام ده، انه ايه ده انتوا بتولعوا بتفتنه، وفتنه ليه؟ احنا اللي بنعمل الفتنه برضو. بعض المسلمين معانا على صفحات التواصل الاجتماعي يا بون. تمام. فتنة زي حضرتك وكل اللي حصل فينا في الكنائس اللي اتفجرت والناس اللي ماتت ابرياء وكده، وكل ده بقينا نكمل صلاه وبحب ونسامح. رحت خدت فنانين معايا وزرنا المصابين بتوع كنيسه طنطا وسمعوا بنفسهم، ما حدش فيهم قال كلمه وحشه عن اللي اصابوهم وقتلوا قرايبهم. ربنا يسامحهم، احنا بنصلي لهم. عايزين نختم كده ايه؟ يبقى احنا بنقوم فتنه؟ استحاله. تمام. ما تحصلش ابدا فتنه، احنا بالعكس بندعو دايما الى قانون احتراما للكل. لانه عشان يكون شايف ان ده مخطئ بيبتدع غيره ما يقعش في كده. صحيح. واحنا ما بنهزيش حد ولا بنضايق حد. تمام. اتمنى انه الكل يعي بقى انه حتى قصه انك انت انت كافر طالما انك لا تؤمن بعقيدتي، يا ريت حتى يبقى في تغيير، وهو ده اللي المفروض. ان احنا لينا سنتين بنتكلم على انه تغيير خطاب ديني، ما تنعدش حد، لا تنعد حد باي شيء. احكي عن ديانتك ودينك، واللي عايز يجي لدينك يجي، اللي مش عايز، لانه الكل دلوقتي بيفكر، الكل بيبحث يعني، فتبقى في دعوه. ولكن مش كل شويه كل شويه تطلق هذه الكلمه وتقول هي مالها الكلمه، ما فيهاش حاجه، ما هي دي صح الكلمة عندنا. انتم لو مش عايزينها يبقى الغوا الآيات اللي في القرآن. يا أستاذة منى، لأن السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أكثر من مرة تجديد الخطيب في عرضه، لأن هو عنده حق، لأن احنا عايزين نجدده عشان ما بقاش في أي حد يهين، لا نسمع حد في بيقول خطبة بتعتذر ولا يهين ولا نعم الخط فيه تقطيع، ولكن الفكرة وصلت. بشكرك جدا الآب بطرس دانيال مدير المركز الثقافي الكاثوليكي، شكرا جزيلا لحضرتك، وبعتذر عن انه كان في بعض التقطع في الخط كده قليلا، ولكن قدرنا برضو نفهم وجهة نظر حضرتك ونسمع أغلبية الكلام. بشكرك شكرا جزيلا.